الحفاظ على رأس مالك هو هدفنا. جميع الخدمات والنصائح لتحترف في مجال العملات الرقمية. عالم العملات الرقمية هو الصحيح النافذ على العالم والحرية المالية. صفقات مدروسة بنسبة أرباح عالية ودقة بالتحليل. شباب، هاي أرباحنا من قناة التليجرام. انضم لي على الرابط اللي بأسفل الفيديو لتشوف أرباحي بنفسك. رح نحكي عن عملة الشيبة وآخر أخبار عملة الشيبة. عملة الشيبة كان لها نصيب بالارتفاع بالتزامن مع ارتفاع الدوجكوين. ارتفعت إلى 0.4012. خلونا نشوف بعض الأخبار عن عملة الشيبة وبعدين ننتقل لتحليل الشارت لنشوف هل انتهى تصحيح عملة الشيبة. تغريدة من فريق الرسمي لعملة الشيبة بأنه رح يتم إصدار دليل للاعبين لكيفية استخدام اللعبة، لأن أغلب اللاعبين بهاي اللعبة عمال بيشوفوا صعوبة باستخدامها. هاد شرط العملة على فريم اليوم. هبوط عملة الشيبة أكثر من 80% من القمة التاريخية. طبعا نحن لازم ما ننسى بأنه البيتكوين بمرحلة تصحيح والعملة متأثرة فيه. هاي موجات تصحيح لعملة الشيبة، تصحيح معقد. ما زلنا محتاجين موجة هبوط الاكتمال لثلاث موجات التصحيحية لنكسر مناطق القاع اللي انطلقت منه عملة الشيبة بمناطق دخول الحيتان. شباب، يعني نحن محتاجين لحتى نكسر القاع لحتى ندخل بمنطقة تجذب الحيتان للدخول، بدليل بأن موجة الارتفاع الماضية ما قدرنا نكسر 0.4018. خلي دخولك صديقي قريب من مناطق 0.407 أو إلى 9. مع العلم شباب، أنا العملات الميم ما بفضل فيها المغامرة، وإذا حبيت تستثمر بهيك عملة مبلغ بسيط ما بيأثر على رأس مالك. شباب، هذا كان كل شيء أخبار بتخص عملة الشيبة. إذا كنت أول مرة عمال بتتابعني لا تنسى تدعمني بالإشتراك وتفعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد.